اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر بعثة مملكة البحرين بمدينة نيويورك مع معالي السيد مارغوس ساهاكنا وزير خارجية جمهورية إستونيا الصديقة. وخلال الاجتماع تم بحث مسار علاقات الصداقة الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية إستونيا وما تشهده من تطور ولماء في ظل الحرص المتبادل على تنميتها في كافة المجالات خدمة للمصالح المشتركة. كما تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حيال مختلف القضايا والتحديات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود العربية والدولية التي تبذل من أجل إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.